نديروا مؤسسه اللي تعتمد على الصرف يكون عندي شيء اليوم. أنا جد سعيد بالمشاركة في هذه الطبعة الثالثة لمعرض الجزائر للمقاولاتية للاقتصاد الرقمي وللتكوين أصيف، الذي كل مرة يجمع كبير من المقاولين خاصة في مجال الاقتصاد الرقمي من كل أنحاء الوطن على مستوى ولاية عنابة. ولاية عنابة تشهد حاليا ديناميكية كبيرة في مجال الشركات الناشئة، عن كبير من الشركات الناشئة تم إنشائها في هذا في هذه الولاية، وعدد كبير منها حاليا له رواج وعندها نسبة نجاح كبيرة جدا. ولذلك فكل مرة نحن جد سعداء بمرافقة هذا الحدث المهم، وبأيضا الاستماع إلى انشغالات المقاولين، انشغالات كل الناشطين في الرقميات، وأيضا تعريفهم أكثر بما تقوم به الوزارة حاليا. وكانت هذه ايضا فرصه لنا لعرض مستجدات المقاول الذاتي الذي تم اطلاقه منذ اسبوعين، واللي اليوم يمكن العديد من الناشطين واللي عندهم خاصه الشباب اللي عندهم انشطه مربحه، الكثير منهم الذين ينشطون عن طريق منصات الكترونيه ولا عن طريق النت. هذا الاطار يمكنهم اليوم مزاوله نشاطهم بطريقه قانونيه والاستفاده من نظام ضريبي جد محفز، الاستفادة من ضمان اجتماعي، وأكثر من ذلك الاستفادة من إجراءات إدارية مرقمنة 100% معناتها بدون عناء التنقل. كانت الفرصة أيضا لنا للاستجابة على الأسئلة، وقلنا مع السيد الوالي حصة للاستجابة لكل أسئلة الحاضرين المشاركين في هذا المعرض، ونتمنى المزيد من النجاح لهذه المغادرة، وأيضا المزيد من النجاح للنظام البيئي لشركة الناشئة في ولاية عنابة، الذي نأمل أنه في أيضا في الأشهر القادمة إن شاء الله سيتعزز في قطب تكنولوجي إن شاء الله. نحكيك على إنجازه مع السيد الوالي ليحمكن من احتضان كل هذه المشاريع، من دعمها ومن تمكين عنابة أنها تكون حقيقة قطب للتكنولوجيا والابتكار على مستوى الوطن. شكرا.